في التقرير الخاص، هل تقلب دراسة لبنانية جديدة المعايير المعتمدة في جراحة الشرايين؟ التفاصيل مع الزميلة بيرنا نعم شديد. هل دخلنا عالما جديدا في جراحة الشرايين؟ وهل صحيح أنه بات من الممكن إجراء عمليات جراحية من دون أن يضطر المريض الذي يأخذ أدوية سيلان أو أدوية تحتوي مادة الكلوبيدوغرال إلى وقفها قبل إجراء العملية؟ المعروف والمعتمد طبيا وعالميا هو وقف أدوية السيلان قبل 5 أو 10 أيام من العملية، إلا أن دراسة لبنانية حديثة قد تقلب الموازين إذا ما اعتمدت. أخذنا 3 أنواع عمليات تتعلق بشريان الرقبة الأساسي، شريان الأبهر تبع البطن، وشريان الإجرين، وعملنا عمليات عليهم ولقينا فعليا أنه ما في فرق بالمضاعفات اللي هن يا وفاة تتعلق بالنزيف، يا عملية من جديد تنعمل تتوقف نزيف، أو أنه عملية بتاخد وقت أكتر، أو أنه عدد الأيام بالمستشفى إذا بياخد أكتر، لقينا أو أنه حتى عدد كياس الدم اللي بنعطيها بعد العملية أو خلال العملية إذا كانوا أكتر بالفريق اللي كمل هيدا الدواء. فعليا لقينا أنه ما في فرق، ومن هيك هيدي هلا الدراسة أخذت خطة كبيرة بعالم جراحة الشرايين وقدمناها بباريس، وطلبوا منا هلا نقدمها بنيويورك. لهذه الدراسة دراسات شبيهة، الأولى أجريت على 19 مريضا والثانية على 50 مريضا. نحن دراستنا هي الأضخم بالعالم، فيها 305 مرضى نعمل لهم عمليات والدواء هيدا هني عم بياخدوه، ورناهم مع 342 مريض بنفس العمليات مش عم بياخدوا هيدا الدواء. ومن هيك لما قارنا هالفريقين بطريقه بروسبكتيف لقينا فعليا ما في وبتامل انا، وهيك رح يصير مع الوقت، انه ببعض البلدان الامريكيه وغيرها بيعملوا دراسات شبيهه، وبكره ما تتاكدوا من نتائج المضمونية الإرشادات كلها بدها تغير بهالسنتين التي جايين. الدراسة اللبنانية التي عرضت في مؤتمر طبي في باريس والتي نالت إعجاب المشاركين ستعرض في نيويورك في أواخر الشهر الحالي، وإذا تم اعتمادها ستنشر في الكتاب السنوي الذي يصدر للدراسات الجديدة، فيمكن اعتمادها عالميا، وبذلك قد يسجل لبنان إنجازا طبيا يرسله إلى العالم ويكون له أثر كبير في تغيير بعض المفاهيم في جراحة الشرايين.